بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلامذتي الأعزاء، معكم أستاذكم ثابت أبو الفضل مادة التربية الإسلامية. سوف نرى في هذه الحلقة إن شاء الله درسا يتعلق بالدعم والتقويم، يتعلق بالسنة الثانية بكالوريا. سوف نتداول فيه إنجاز نموذج الامتحان إن شاء الله تعالى في مادة التفسير والحديث. إذن أهدافنا من خلال دراستنا الامتحان الوطني سوف تكون تثبيت المكتسبات التي اكتسبتها طيلة السنة، ثم ندعم فيها التعثرات التي يمكن أن تقع للتلميذ، ذلك من خلال التدرب على إنجاز نموذج من نماذج الامتحان الوطني. إذن لدينا مادة التفسير ومادة الحديث لثلاث نماذج: الامتحان الوطني للدورة العادية 2019 والدورة العادية 2018 ثم أخيرا 2017، التي سوف تكون محط هذا الدرس إن شاء الله هي مادة الحديث الامتحان الوطني الدورة العادية 2019. إذن نشرع بإذن الله عز وجل. لدينا أول شيء سوف نحاول قراءة الوضعيات ونصوص الانطلاق من أجل أن ننجز المهام المطلوبة المتعلقة بها. إذن أول منطلق لدينا نص حديثي عن أبي بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. النص الثاني باء عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجرئ عليه إلا أسامة، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. إذن هذان النصان يتعلق بهما ما يلي. السؤال الأول، لاحظ معي التلميذ العزيز أن لدينا كلمة الأولى كلمة أتمم كتبت باللون المغاير. إذن هذه الكلمة هي المهارة المطلوبة منك. إذن السؤال الأول مطلوب منك أن تتم هذا الحديث في كماله. لدينا الحديث رقم باء عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، إلى قوله إلا أسامة. إذن إتمامك للحديث ينبغي أن تكون قد حفظت الحديث، فتقول: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن بعد إتمامك للحديث في السؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال يقول: املأ الفراغ بما يناسب. لاحظ معي كلمة املأ، إذن فهي المهارة المطلوبة منك. إذن الفراغ لدينا فيه، لدينا كتاب، ثم لدينا باب. إذن هذا يتحدث عن تخريج الحديث ألف. إذن الحديث ألف أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية باب في قاضي يخطئ. إذن هذا يسمى تخريجا للحديث. ننتقل إلى السؤال الموالي رقم ثلاثة. لدينا تعليم يعرف. إذن مطلوب منك أن تعرف بمن؟ بشخصية، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن نقول في تعريفها: هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، معلوم عنها أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعتبر من أفقه نساء الأمة ومن المكثرات في الحديث ورواية الحديث، وتوفيت رضي الله عنها سنة 58 للهجرة، ودفنت بمنطقة تسمى بالبقيع. إذن بعد تعريفك تنتقل إلى السؤال الموالي. السؤال يقول: اشرح، بمعنى مطلوب منك أن تقوم بعملية الشرح في إطار السياق، بمعنى هاتان العبارتان كلاهما تشرحهما انطلاقا مما ورد بهما في السياق في الحديث. إذن أهلك حقوق الناس معناها ضيعها، وقوله ومن يجترئ معنى أنه لا يستطيع أحد أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجرأ في الحديث معه. بعد الشرح ننتقل إلى السؤال الموالي. لاحظ معي تلميذي العزيز، لدينا كلمة استنبط. إذن استنبط من الحديث شرطين. إذن مطلوب منك عملية الاستنباط. ماذا تستنبط؟ سوف تستنبط شرطان لأي شيء؟ لجواز تقلد مسؤولية القضاء. من أين يكون هذا الاستنباط؟ يكون من الحديث. إذن الحديث ها هو لدينا أمامنا. لاحظوا معي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة. سوف تلاحظ على أن هنا باللون المغاير
عبارات كتبت باللون المغاير. إذا من خلالهما سوف نستنبط الشرط الأول. إذا لاحظ معي، قوله وقاض لا يعلم، بمعنى أن الشرط هو الأول، هو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله. ثم قاض قضى بالحق، وقاض قضى بغير الحق. فالذي قضى بالحق كانت له الجنة، والذي قضى بغير الحق كانت له النار. إذن فهنا الشرط وهو الاستقامة الحاملة على العدل بين الناس. إذن ننتقل إلى السؤال السادس. تعليمة هي أوضح، بمعنى مطلوب منك أن توضح العبارة الحديثية. هذه العبارة التي تحتها خط، إذن أنت ينبغي أن توضح معناها. إذن فنقول في معنى هذه العبارة: أهمهم شأن المرأة المخزومية، بمعنى أحزنهم أمرها لأنه كانت سوف تقطع يدها بسبب عملية السرقة. ننتقل الآن إلى السؤال السابع. السؤال السابع، ما المطلوب منك؟ أذكر، أي مطلوب منك أن تذكر مستند كل حكم. لدينا ألف فيه حكم، باء فيه حكم، وكل حكم له مستند يستند عليه. إذن أنت المطلوب منك أن تذكر مستند كل واحد من الحكم في ألف والحكم في باء. إذن مستند الحكم الألف، لدينا حصر جواز القضاء باليمين مع الشاهد في القضايا المالية. إذن لماذا حصر قضاء باليمين مع الشاهد في القضايا المالية؟ مستندهم في ذلك هو رواية أحمد للحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: إنما أداة حصر، ذلك في الأموال. إذن فهذا دل على الحصر. باء، كون اليمين إنما جعلت للنفي دون الإثبات، أي لماذا اليمين هي خاصة في النفي دون إثبات. دليل ذلك ومستنده هو ما رواه البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، أي المدعى عليه لينفي عنه ما ادعي عليه فيه، ولا تكون في الإثبات. الآن ننتقل إلى قسم الثاني. ثانيا، لدينا نصان شرعيان. النص الأول عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أخرجه الإمام البخاري. النص الثاني عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. إذن هذان النصان ألف وباء سوف نشتغل عليهما كلاهما. إذن السؤال الأول: استخرج من الحديث العبارة الدالة على عاقبة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم والتكذيب بما جاء. إذن الحديث هو هذا، مطلوب منك الاستخراج. وماذا تستخرج؟ تستخرج العبارة. إذن ما هي العبارة الدالة على ذلك؟ لاحظ معي المكتوبة باللون الأحمر: فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. إذن هذه هي العبارة المطلوبة منك. سؤال موالي. ثانيا، بين المراد منك بيان المراد بالنذير العريان في الحديث. إذن وردت كلمة النذير العريان، مطلوب منك أن تبين معناها. إذن النذير العريان هو ذاك الرجل الذي كان يحرس قومه، فلما رأى خطرا داهما لم يجد بما يشير إليه فنزع ثيابه فبدأ يشير بها لشدة ورود الخطر، فهذا هو النذير العريان. السؤال الثالث، أبرز، المطلوب منك أن تقوم بعملية إبراز. إبراز ماذا؟ الفائدة المستخلصة من تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالنذير العريان، أي لماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالنذير العريان في هذا الحديث؟ الجواب هو شفقته صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على أمته وإنذارهم له للخطر الذي يحدق بهم غدا يوم القيامة. السؤال الموالي، حدد، إذا المطلوب منك أن تحدد ماذا؟ أربعة أخلاق كريمة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم غرسها في النفوس من خلال قصة الرجلين في الحديث باء، أي الرجل الذي باع أرضا فوجد فيها جرة. إذا القصة
نستخلص منها الصدق فكلاهما كان صادقا في بيعه وشرائه، الأمانة كلاهما كان أمينا في بيعه وشرائه، الخوف من الله كلاهما خاف من الله تعالى فأحدهما باع الأرض وادعى بيع الأرض وما فيها، والآخر لم يقبل ما في باطنها خوفا من الله، وهذا ما يسمى بالتورع، وآثر كل واحد يؤثر نفسه على غيره بمال الدنيا. ننتقل الآن إلى العنصر الثالث، وهو مجموعة من نص آخر للقاضي عياض رضي الله عنه. يقول القاضي عياض رحمه الله: ذكر الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود وإبطالها، وأن هلاك بني إسرائيل كان من سبب ذلك، فيه التشديد على هذا، وأنه حرام لا يحل للشافع ولا للمشفوع عنه، وذلك كله بعد بلوغ الإمام، وفي هذه النازلة كانت الأحاديث. فأما قبل بلوغ الإمام فقد أجاز ذلك أكثر أهل العلم، ولما جاء في الستر على المسلم قال مالك: وذلك في من لم يعرف منه أذى للناس، وأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن يشفع فيه. وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدمي، وإنما فيه التعزير، فجائز عند العلماء بلغ الإمام أم لا. السؤال الأول: مطلوب منك أن تحدد الموضوع الذي يعالجه النص، إذا لا شك أنك أدركت على أنه يتحدث عن الشفاعة في الأحكام، إذن حكم الشفاعة في الحدود. السؤال الثاني: ميز من خلال النص الحالات التي يجوز فيها الشفاعة في الجنايات والحالات التي لا يجوز. إذا لدينا شيئان: حالات تجوز وحالات لا تجوز فيها الشفاعة. إذا نعود إلى النص. إذا الحالات التي تجوز فيها الشفاعة هي ما قال عنه القاضي عياض بعد بلوغ الإمام، وقوله: وأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن يشفع فيه. وأما قوله: فيما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدمي، بمعنى ما لم يكن فيه حق لآدمي ولا حد من حدود الله عز وجل. إذن فيكون في ذلك على سبيل المثال الحالات التي لا تجوز فيها الشفاعة إذا بلغ الخبر جناية إلى السلطان، أو كان الحدود كان يتعلق بالحدود، أو تعلق بحق من حقوق الآدميين، أو أن الجانية كان معروف عليه الشر والإذاية للناس، فهذا لا تجوز في حقه الشفاعة في حدوده. القسم الثاني: ما تجوز فيه الشفاعة. هنا في النص قال القاضي عياض قبل بلوغ الإمام فأجاز، ثم قال في من لم يعرف منه أذى للناس، ثم قال فيما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدمي وإنما فيه التعزير فجائز. إذن من خلال هذه التي كتبت باللون الأزرق نستشف ما هي الأحكام التي تجوز فيها الشفاعة، فنقول إذا لم تبلغ الجناية إلى السلطان، ولم يعرف عن الجاني أذى للناس، أو أن تكون الجناية مما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدميين. ثالثا: أورد حديثا. إذا المطلوب منك أن تورد، أن تستدل بحديث يدل على فائدة إقامة الحدود. إذا الحديث هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. إذن هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا النموذج من نماذج الامتحان للسنة الثانية بكالوريا قسم الحديث. إن شاء الله تعالى سوف نلتقي بعد هذا الدرس بدرس آخر للامتحان الوطني لمادة التفسير في سنة 2018 بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.